فانت في وضاعة وحقارة، وضاعة وحقارة تشابه هذا البلد اللي طلعوا البلد النهارده. اقسم بالله الواحد زهق من الكلام في الحكايه دي، ولما بنقول بقى خيانه ومؤامره وبتاع بيقعدوا برضو يشتمونا، وشتيمه قله ادب الحقيقه، يعني بقت شتيمه زياده جدا قله، ما نعرفش الرد عليها الشتيمه اللي بيشتمونا بيها. لكن البرادع النهارده برضو مطلع، رغم انه ايه طلع بيان برضو بيكمل على موضوع رابع، ما اعرفش بيستدعيه ليه، ده حتى ما فيش مناسبه، يعني ما فيش مناسبه، فهو طلع الاول وبين الاستقاله. طلع هنا محمود بدر ومحمد عبد العزيز، هما كانوا شهود، شهود على الاحداث، قالوا ده كذاب، مش كذاب سياسيا، في ناس بتكذب سياسيا يعني ايه تلون الكلام عشان تحقق مصلحتها، لكن ده بيكذب اخلاقيا، بيكذب كذب. الوساخه دي مش قادر افهم هي اصلها ايه، يعني ما هو برضه لازم يكون ليها سبب، ما هم دول قاعدين، طب في ايه اللي بيتشكل لنا دلوقتي في الظل؟ البلد اتعدلت شويه، الصندوق اللي ادانا الشهاده، مش عايزين شهاده واحنا فرحانين بالقرض، ما بنفرحش لما بنستلف، احنا عايزين هذه الشهاده الدوليه ان نقدر نسد. طب قول لنا كلمه يا حاج بردعي، قول لنا كلمه على، طب ارفع معنوياتنا، ما يهمكش يا سيدي، ما بتحبش الاداره الحاليه، ما بتحبوه ما بتحبهاش. الرئيس السيسي كال الشعبيه كلها لانه من قلبه ومن ضميره، ومش عشان حد ومش بتاع حد، انت بتاع الكل، انت بتاع الكل. الرئيس سيسي مش بتاع حد، حتى هو في السلطة ومزنوقين في البترول، ارفع ايدك يا سيسي ولا مش رافع، اعمل روح البتاع مش رايح، لا ده قرارات وطنية في جيش وفي شعب. انت اللهم انك كنت هتودينا زي ما بعد العراق بشويتين، مطلع بيان النهاردة كذب بين برضو، مصمم فيه ان هو كان ضد الفض وان هو كان مش عارف ايه، رغم ان هو هذا البيان الحقيقه الرخيص اللي برضه انا مش قادر افهم التوقيتات. انا فعلا عايز اركز في التوقيتات. انا شخصيا يا جماعه كنت زمان مش مؤمن قوي بنظريه المؤامره، دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اقول انا على الهواء مباشره، ده انا صرت يقينا متاكد انه في مؤامره وانه الناس دي جزء منها. يا اخي قول لنا كلمه حلوه طيب على الاداء الاقتصادي، قول لنا كلمه حلوه عن المحبوسين، طب ارفع ادي امل، طب عزي الناس بتوع السيول، طب عزي في محمود عبد العزيز، طب بارك لنا في الفوز على غانا، خليك معانا يعني، يعني حتى عشان ناس تصدقك، عشان حتى لو في الجمهور اللي هو انفض عنك ده وهو اول ناس شتموك، يمكن يعني تستقطبهم، تحسسهم انه قلبك في موضوع السيول، قلبك في موضوع المشاكل اللي عندنا اقتصاديا، قلبك لما اتحرمنا من البترول عشان ما رفعناش ايدينا على هوى الناس، قلبك علينا في غانا، قلبك على موتانا، على شهدائنا. الا برضو انا لما كنت نائب رئيس جمهوريه اعتبروني راجل خطر على الشعب، واحد شتمني في جريده الاخبار. ياه، هو لما واحد يهاجمك تستقيل من منصبك وتمشي وتعتبر ان الدوله كلها بتتامر عليك؟ يا نهار، ده احنا بنشتم بعض يا عم كل يوم. وفي 14 اغسطس بعد استخدام القوه في الفض كانت هناك هوجه هستيريه من قبل القوى الوطنيه وما تطلق على نفسها النخبه وبعض الشباب الثوره ترحب بشده باستخدام العنف. دول رجالتك، دول الناس اللي كانوا معاك، نقسم بالله تعالى انه فيديوهات لسه موجوده على اليوتيوب، هم اللي طلعوا، النخب دي بتاعته هي اللي طلعت وقالت. انا فاكر فيديو لعلاء عبد الفتاح في النهضه قال انا الوم الدوله، الدولة تخيفنا، الدولة تريد أن يبقى هذا الاستعمار، الـ مش الاستعمار اسمه إيه؟ الاعتصام، الاعتصام حتى نخاف وحتى نضطرب وحتى ترفع يد التخويف. يعني هو بيقول له بيتهم الدولة إنها مقصرة لأنها ما بتفضش اعتصام رابع أو النهضة، وده الكلام ده موجود يا جماعة إلا إذا كانوا بقى دلتوا تويتاتهم وكده، تويتر بتاعهم عموما، تويتر بتاع ملكهم يعني، ملكية خاصة. فانت النهارده الناس دي هي اللي طلعت وقالت، رجالتك انت النهارده بتقول على مين يا عم؟ ومحمود بدر طلع قال لك انت كذاب، ومحمد عبد العزيز طلع قال لك انك كذاب. احنا الحقيقه عايشين في واقع يعني بجد يعني حاجه خرقاء. نفسي ما نجيبش سيرتهم، نفسي، بس الواحد بيبقى بيقول ايه؟ لا احنا لازم برضه نقول للناس الناس دي بتفكر ازاي، ونقعد ونحلل الكلام ده عشان خاطر الناس تبقى فاهمه، لان هم للاسف الشديد لما بنسكت بينفردوا بصغار السن والولاد الصغارين، يعني بينفردوا بيهم.